النهارده حفل التخرج ودفعه 2011، الدفعه اللي شافت احداث الثوره من شبابيك الكلاس. عشان كده قلنا نفتكر مع بعض الايام اللي عمرها ما تتكرر تاني. طول 18 يوم بتوع الثوره، في اللي كان واقف في التحرير، واللي كان في لجنه شعبيه، وطبعا في اللي كان مقضيها انتخى ومبسوط بالاجازه. وخلصوا 18 يوم واحتفلنا وقلنا يلا نكمل شغل بعد ما كل واحد خد تذكار من الثوره. في اللي اخذ قنبله، واللي معاه درع، واللي اتصور مع الدبابه، وحطينا صوره الصباح. رجعنا تاني لزحمه المرور وصوتنا اتنبح عشان نقول للدكاتره ان 3 كورسات كفايه على الدبلومه دي، وانها اصلا مش محتاجه كلها امتحانات. وفي عز ما كنا خلاص نسينا كل الكلام ده، رجعنا شمينا ريحه الغاز تاني، كله فرح وقلنا هناخد اجازه تاني. بس للاسف ما ادوناش الفرصه دي تاني، وهما فكروا يودونا الزمالك، واحنا كنا عاوزين نروح العجوزه او التجمع او الفلكي. ده غير بقى موضوع السلك الشيك اللي ياما عديناه، وطبعا ده علمنا حاجات كتير، زي مثلا عشان تروح الجامعه مش لازم يكون معاك نوت بوك وقلم والكلام ده كله، المهم يكون معاك ماسك دوكو 15 جنيه، وده ممكن تشتريه من اي حته في وسط البلد، ازازه خميره، ازازه كوكا حسب القنبله، عشان تغسل وشك، ونضاره بحر بس. وكده تقدر تبدا يومك وانت مطمن. بس اكتر حاجه فعلا استفدنا بيها هي ان اخيرا هيبقى عندنا حاجه نحطها في النيش. بس للاسف سنه الاكشن خلاص خلصت، والنهارده هنبدل صوره الدبابه بالكاب والجون